تعتبر بلان او الخطه تبعت المشروع تبعك، لانه انت في عندك اجزاء يعني متعلقه بتحكي عن البروبلم ويعني السكيدجول تبعه والبلان تبعته انه انت حتسوي في المشروع، هو بضله مقترح، فبالتالي بتقدر تعتبره انه هو خطه انه انت راح تمشي عليها، وهو ممكن يكون عباره عن عقد بينك وبين المشرف. هو عقد بينك وبين المشرف، تمام؟ فبالتالي هو عبارة عن agreement بينك وبين المشرف، فبالتالي هو تعتبر يعني يعتبر وسيلة للتواصل بينك وبين المشرف، انه انا والله اوكي حشرف عليك على الفكرة الفلانية، وهذا الكلام هي موثق في بروبوزل، تمام؟ وهو عبارة عن متطلب انت لازم تخلصه عشان تسجل مشروع التخرج في الفصل الثاني، يعني بدون بروبوزل مش هينفع تسجل مشروع التخرج في الفصل الثاني، تمام؟ طيب في شغلة مهمة كمان، انه محتوى البروبوزل فعليا راح يكون جزء اساسي من تقرير مشروع التخرج عندك في الفصل الثاني، يعني الفصل الثاني راح يكون هو نفسه البروبوزل، بتضيف عليه بعض الشباتر وبتعدل شوية تعديلات على البروبوزل اللي انت عملته في الفصل الاول. يبقى فعليا انت وكأنه انت بتنجز جزء من الدوكيومنت في الفصل الاول. كمان مرة، البروبوزل راح تاخده زي ما هو مع بعض التعديلات وتضيف عليه بعض الشباتر في الفصل الثاني، بيصير مشروع التخرج تبعك، التقرير تبعك. يعني انت راح تسوي لغاية، تمام؟ لغاية هي انت عندك المحتوى، عندك التايتل، تيبل اوف كونتنت، ابستراكت، انترودكشن، هذه كلها موجوده في مشروع التخرج، ستيتمنت اوف ذا بروبلم، اوبجكتيف، امبورتانس، سكوب، ليميتيشنز، ميثودولوجي، تولز، والستيت اوف ذا ارت او ريليتد وركس. ايش حتضيف عليهم هدول؟ لو انت كنت بتعمل سوفت وير حتضيف شابتر للاناليسيس، شابتر للديزاين، شابتر للامبلمنتيشن، شابتر للتست. لو انت كنت بتعمل مشروع مالتي ميديا تنتج فيلم، فحتضيف عليه الشباتر تبعت المراحل تبعت المالتي ميديا برودكشن، بري برودكشن والبوست برودكشن والستوري بورد تبعتك وكل هذا الكلام، فبالتالي هو نفسه، وبتضيف عليه شباتر اضافيه اللي هي الامبلمنتيشن، زي ما حكينا انت في الفصل الاول بتعد المقترح والفصل الثاني بتعمل امبلمنتيشن للمقترح تبعك، تمام؟ فعشان هيك انه انت لو اهتميت فيه الان فعليا انه انت بتوفر على حالك في الفصل الثاني. طيب نيجي تشوف الستركشر، الستركشر هذه فيها تمبليت يعني ححط لك اياه على الصفحه على المودل، تمام؟ وبتمشي على التمبليت هذه. ايش في اجزاء عندك؟ صفحه العنوان، تيبل اوف كونتنت، ابستراكت، انترودكشن، ستيتمنت اوف ذا بروبلم الى اخره. هنبدا فيهم واحده واحده. هنبدا بصفحه العنوان. صفحة العنوان ايش بتحتوي؟ هي عبارة عن الكفر بيج تبعتي، هي صفحة الغلاف، بتحتوي على التايتل تبع المشروع. التايتل هذا ايش بتراعي فيه؟ انه يكون انديكيتيف. ايش يعني؟ لا واضح، تمام؟ او بمعنى اخر انه يكون يعني زي ما تقول انه المكتوب مبين من عنوانه صريح، يعني بمعنى اخر انه هو فعليا بدلل ايش هو المشروع. يعني ما حدش يجي يقول والله انا بدي اعمل تطبيق اندرويد، او المشروع هو عباره عن اندرويد ابلكيشن او اي او اس ابلكيشن. ممكن انت تحط مثلا مسمى للتطبيق، مثلا هاي اسم التطبيق مثلا اي بي سي، تمام؟ وبعديها نقطتين وبتحكي انه هو اندرويد ابلكيشن لخدمات الطلبة، او هو اندرويد ابلكيشن لطلبات المطاعم، زي هيك. فبالتالي هنا انت بتحط اسم التطبيق منه انت خليت انه جذاب، بس في نفس الوقت انه انت صرحت انه ايش هو، عبارة عن تطبيق اندرويد و لخدمات او لطلبات المطاعم. او ممكن يكون عباره عن ويب سايت، ويب سايت هذا بيساعد الطلاب مثلا ان هم يتبادلوا الكتب تبع متطلبات الجامعه، فبالتالي بتقول انه ويب سايت لتبادل كتب متطلبات الجامعه، زي هيك.
فبالتالي فعليا انا خلاص من العنوان عرفت ايش هو المشروع تبعك. انت بتقيسها زي هيك انه انت طالما انت قريت العنوان وفهمت المشروع هذا ايش بيسوي يبقى خلاص كافي. لكن طالما انه انت ضايل عندك فضول ومش عارف هذا المشروع ايش هو يبقى العنوان ناقص. وخلي بالك العنوان بدي عليه علامه، في عليه جزء من التقييم انه انا بشوفه هل هو انديكيتيف او لا، هل هو انديكيتيف او لا، تمام؟ فبدك تختاره بعنايه بالتشاور مع المشرف، شوف هذا العنوان مناسب مش مناسب زي هيك. نيجي للمقطع الثاني اللي هو التيبل اوف كونتنتس، جدول المحتويات. فعليا جدول المحتويات بده يكون في عندك هنا قائمه بالسكشنز والسب سكشنز، تمام، للتقرير تبعك. وكمان ايش التيبلز، ليست من التيبلز والفيجرز والابندسيز لو كان في عندك ملحق، تمام. فعليا هاي انت ممكن تريح راسك، ولو كنت بتستخدم الستايل والفورماتنج في الاوفيس بصير جينيريشن لها للتيبل اوف كونتنت بشكل اوتوماتيك، تمام. فبالتالي بتحط انه هذه هيدر واحد، انه هذه عنوان واحد، هذا عنوان فرعي بتحطه هيدر اثنين او سب سكشن اثنين زي هيك. وبعديها بتروح في الاوفيس في الوورد بتعمل ادراج للتيبل اوف كونتنت لحاله، بقول لك انه هذا موجود في صفحه كذا، جدول محتويات فهرس، تمام. يبقى حكينا انه تايتل وبعديها تيبل اوف كونتنت، نروح على الابستراكت الملخص. ايش هو الابستراكت؟ هو عباره عن باراجراف قصيره لا تتجاوز نصف صفحه، تمام، بتلخص كل محتوى البروبوزر كله بالكامل، هي عباره عن ملخص لكل بروبوزر. وما دام انه هي ملخص لكل بروبوزر متى بكتبها؟ ترتيبها هي في الاول، بس متى بكتبها؟ في الاخر، لانه كيف انت بدك تلخص شغله لسه انت مش كاتبها؟ يفترض ان انت تاخذ شوي من الانترودكشن، يفترض تاخذ شويه من ال ريليتد ورك، يفترض تاخذ شويه من الميثودولوجي. كيف بدك تكتب هاي الاشياء وانت لسه مش يعني في الابستراكت، لسه انت يعني مش عامل هدول السكشنز في البروبوزل. فعشان هيك لازم تخلص كل البروبوزل اخر حاجه بتكتبها الابستراكت، تمام. طبعا السمري هذا لازم يكون كونسايس، صريح، انفورماتيف، انفورماتيف انه فعليا المعلومات اللي فيه مفيده، تمام، وممكن انا اقراه بشكل مستقل على التقرير. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا كلام انا حاخده بعين الاعتبار في التقييم، وانت برضو ممكن انه تقيس هذه النقطة انه موجودة عندك في الابستراكت ولا لا. يعني انت بتعطي الابستراكت لحدا، لو لقيت انه اضطر انه يدخل جوا في سيكشنز معينة عشان يفهم شغلات، ساعتها الابستراكت تبعك مش اندبندنت. لكن لو كان انه هو واضح ولو بده يعرف تفاصيل ساعتها ممكن يفوت جوا. واضح يعني انه ايش الفرق انه مش فاهم وانه بده تفاصيل؟ مش فاهم انه هو انت مش عارف هذا المشروع انه ايش بيعمل بالضبط، فبضطر انه هو يدخل جوا عشان يعمل. اما انه هو فهم انت ايش عملت ومحتاج شويه تفاصيل بده يدخل جوا، يبقى الابستراكت نقدر نعتبره اندبندنت. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب ايش العناصر المفروض تكون موجوده في الابستراكت؟ طبعا بالترتيب هذا اللي هي البي والبي والام والار والسي. البي جايه من الباك جراوند، البي جايه من البرنسبل اكتيفيتي او البيربوس، الام ميثودولوجي المنهجية اللي استخدمتها في المشروع، الار هي عبارة عن أهم نتيجة أنت عندك في المشروع،
والسي هي عبارة عن statement للconclusion أو recommendation، استنتاجات أو توصية. يبقى لازم يكون في عندك شوية من الباكجراوند، نبذة عامة عن المشروع، هدف الملخص. تمام؟ العناصر هذه أنا ما لقيتهاش في الأبستراكت، بتروح جزء من العلامة. لقيتها بكون الأمور تمام. يبقى لازم يكون في عندك جزء من الباكجراوند. تمام؟ إيش الغرض الأساسي من المشروع؟ إيش المنهجية اللي استخدمتها؟ إيش أكثر نتيجة مهمة؟ وإيش الاستنتاج عندك؟ يعني أكثر نتيجة مهمة إنه لو العمل المشروع هذا إيش النتيجة راح تصير؟ خلينا نشوف مثال عشان توضح الصورة. هذا عبارة عن abstract example. طبعا ايش المشروع هذا؟ المشروع هذا هو عبارة عن تطبيق للبي دي اف اسمه بي دي اف شافلر. فعليا التطبيق هذا ايش بيسوي؟ بيروح يعني انه صفحات البي دي اف في دوكيومنت معين بخليك انه انت تلعب في الاوردر تبعها، في الترتيب تبعها، انه تقول الصفحة هذه تاخدها زيك تعملها دراج وتقول بدي اياها في الاول، بعديها الصفحة هذه بدنا ننزلها تحت زيك. فبالتالي بعيد لك ترتيب صفحات البي دي اف. تمام؟ واضح المشروع؟ فنشوف الآن كيف الأبستراكت تبعه. هذه الجملة اللي باللون الأخضر واضحة عندكم. هذا المشروع بدك تعطي نبذة باكي جراوند عنه. هذا المشروع لو بدك تصنفه من أي فئة بيكون؟ برامج خدماتية. زي إيش برامج الخدماتية؟ برامج زي بتحول الفورمات تبع الملف، بتحول لك مثلا من صوره لبي دي اف او من دوكيومنت لبي دي اف، او بتحول العكس من بي دي اف لوورد او اكسل. تمام؟ برامج ضغط الملفات، هذه برضو برامج خدماتيه. فبالتالي بيجي عندك تطبيقات كثيره بتيجي ضمن التطبيقات الخدماتيه. فبالتالي هذا التطبيق ضمن التطبيقات الخدماتيه. فبالتالي بدي ادي باك جراوند انفورميشن عن هذا التطبيق، فبحكي انه اليوتيليتي بروجرامز هاز بنفيتس فور ذا اند يوزرز. يعني لها، يعني التطبيقات الخدماتيه لها فوائد عديده للمستخدم النهائي. تمام؟ هيني بديت انه واسع، اديتك باك جراوند انفورميشن انه التطبيق تبعي هو عبارة عن برنامج خدماتي، وحكيت إنه البرامج الخدماتية إلها فائدة كبيرة للمستخدم النهائي. بعدها بدأت في الغرض، يعني خلصت البي، خلصت البي، بدي أبدأ في البي، في البيربوس. بروح بحكي إنه the aim of this project، الغرض من هذا المشروع هو تطوير تطبيق utility program، تطبيق خدماتي. حطيت بين قوسين اسمه عشان بعد هيك يسهل علي انه خلاص بستخدم اسمه. فبصير بحكي انه تطبيق كذا او تطبيق البي دي اف شافلر زي هيك. ايش بيسوي هذا التطبيق؟ ذات هيلب، مفترض يكون في هنا اس، في خطا املائي. ذات هيلبس اند يوزرز تو ري اوردر ذا بيجز اوف ا جيفن بي دي اف دوكيومنت، يعيد الترتيب لصفحات بي دي اف. يبقى هنا حكيت البيربوس، ايش الغرض من هذا المشروع؟ يا جماعة احنا والله بدنا نعمل تطبيق بيعمل 1 2 3 زي هيك. خلي بالك بدك تحكي باختصار، تقعدش تحكي بشكل مطول، هذا ابستراكت. هيك بشكل دقيق، هذا تطبيق بعيد ترتيب صفحات البي دي اف فول ستوب. خلص بسكت، بجيش بحكي انه والله في خدمات كذا وفي خدمات كذا وفي لوك ان. لا، انت طلعت من الابستراكت. عارفين يا جماعه بالمناسبه ايش يعني ابستراكت؟ ابستراكت يعني مجرد او ملخص. ابستراكشن يعني تجريد، تجريد من ايش؟ من التفاصيل. فبالتالي هو يعتبر ملخص، فتقعدش تحكي تفاصيل كثيره في الابستراكت. طيب يبقى هذه اللي باللون الازرق هي وخلصناها، هي البيربوس تبع الدوكيومنت. بعد هيك نيجي للميثودولوجي اللي باللون الاحمر. ايش حكيت بشكل مباشر؟ وي يوز
اجايل سوفت وير بروسيس موديل تو ديفلوب ذا بي دي اف شفل. بذكرها ذكر بشرحهاش، بستخدم منهجيه كذا او بستخدم منهجيه مالتي ميديا برودكشن او بستخدم منهجيه بروتوتايبنج او بستخدم منهجيه ووتر فول، بس بذكرها ذكر. فبالتالي انا خبرت ايش المنهجيه اللي انا بستخدمها، بشرحهاش لانه هذا ملخص. بعديها بنتقل للجزئيه اللي بعديها اللي باللون الاورنج اللي هي الريزلت. لو انعمل المشروع هذا ايش النتيجه؟ The proposed utility، اليوتيليتي المقترحه اللي هو البي دي اف شفلر، make ordering PDF pages very easy to the end user. لو احنا فعلا عملنا هذا التطبيق ايش النتيجه؟ راح يخلي ترتيب الصفحات شغله سهله للاند يوزر، لانه فعليا انت تيجي تدور ما بتلاقيش تطبيق زي هيك. كيف بدك تعيد ترتيب صفحات بي دي اف؟ فبالتالي محتاجين تطبيق لهي الشغله. فبالتالي الفائده فعلا انه بيخلي هاي الشغله شغله سهله، بدل ما انت تصعب منها صارت انه هي سهله. هاي النتيجه. تمام. طبعا ايش الكونكلوجن؟ الكونكلوجن انه البي دي اف شفلر حيكون very useful و handy tool للاند يوزر. هذيك ريزلت، بس هذه يعني استنتاج انه هو حيخلي الامور سهله. تمام. طب والنتيجه ايش الاستنتاج؟ الاستنتاج انه هو فعلا حيكون يعني اداه مفيده للاند يوزر. ممكن تعتبرهم هذول التنتين يعني شغله واحده يعني اوكي، يعني بيمشي الحال. تمام. واضح الابستراكت؟ يمكن خلصنا التايتل، تيبل اوف كونتنت، ابستراكت. نيجي للانترودكشن. فعليا في الانترودكشن انت بتعطي مقدمه، هي عباره عن بريف مختصره، وبعدين كمان جنرال باك جراوند، يعني شغلتين، انه تكون جنرال باك جراوند وتكون مختصره عن السبجكت اريا للتقرير تبعك او المشروع تبعك. يعني على سبيل المثال انا بدي اعمل تشات بوت. تشات بوت هذا تصنيفه يعني ضمن ايش؟ ايش السبجكت اريا تبعته؟ AI، ذكاء اصطناعي. فبالتالي هنا في المقدمه بتروح بتعرف ايش يعني ذكاء اصطناعي. تمام. وبعديها بتضيق اكثر، لانه حكينا هذا الكلام انه حنرجع له الان بعد شويه، انه انت في الانترودكشن لازم تكتب زي هيك. تمام. تبدا واسع وبعديها بتضيق، بتحكي عن الاي اي بتعرفه، بعديها بتحكي عن التشات بوتس بتعرفها. تمام. لغايه لما تصل للنقطه المحدده اللي انت بدك تعملها. فبالتالي انت بتديني باك جراوند، بتديني يعني بتدي تعريفات عامه عن السبجكت اريا اللي انت بتحكي عنها. تمام. وكمان ايش كذلك لازم تحط في الانترودكشن؟ لازم تحط سياق للسكوب تبع البروبوزل تبعك. تمام. ايش معنى هذا الكلام؟ بدك يعني بمعنى اخر تحط العمل تبعك في سياق الاعمال الاخرى. يعني على سبيل المثال تطبيق للتشات بوت، بتقول انه في العديد من التطبيقات للتشات بوت زي كذا، زي تطبيق كذا مثلا مهتم مثلا في خدمه الزبائن، تطبيق كذا مهتم في خدمه كذا. فبالتالي انا التطبيق تبعي موجه للطلاب مختلف. هاي معناته انه انت بتحط العمل تبعك في سياق الاعمال المشابهه. تمام. وبعديها تحكي ايش الاوبجكتيفز تبعتك. تمام. وايش الميثود اللي انت حتستخدمها في الورك تبعك. نيجي الكلام هذا نفصله يعني بطريقه اوضح. بس خلينا قبل انه احنا ناخذ بيج بيكتشر على الدوكيومنت كله بالكامل. ابستراكت، انترودكشن، ميثود، ريزلت، دسكشن. تمام. هو فعليا لازم يكون شكلها زي هيك. انت عندك هاي الابستراكت بتيجي فوق. تمام. كيف؟ لا
لا بتيجي في اول الدوكيومنت بس تكتب في الاخر. تمام. الانترودكشن شكلها زي هيك، شايف كيف شكلها؟ تمام. وفيها ثلاث نقاط هكيت حشرحهم. شايف انت بديت واسع وبعديها ضيقت وبعديها بتستمر في نفس التضييق في نفس الاطار، انه هاي الميثودولوجي انت عندك هاي والريزلت هاي، بتحكي عن نفس الموضوع. بعديها في الدسكشن هنا تبدا انه توسع، انه في الدسكشن انه التطبيقات هذا، انه احنا هذا التطبيق ممكن يتم استخدامه في كذا، هذه الشغله انت ما عملتهاش وممكن يكون في له تطبيقات في كذا، وتوسع يعني نطاق الدسكشن تبعتك. فبالتالي انت الابستراكت فوق، تبدا الانترودكشن واسع بتضيق، بعديها ميثودولوجي وريزلت بتضلك ستريت، وبعديها بترجع توسع في الدسكشن. تمام. طيب لو حكينا عن ترتيب الكتابة، ايش الشغلات اللي يفترض انه احنا نكتبها في الاجزاء هذه؟ فعليا احنا عندنا كم جزء يفترض انه انت تكتبهم؟ 6 اجزاء. وين بتبدا فعليا؟ بتبدا في الانترودكشن. تمام. تبدا في الانترودكشن فعليا. فيش بتبدا تختار لك بروبلم. تمام. بعديها الترتيب، انه هي الترتيب، انه هي الابستراكت انترودكشن بروبلم ستيتمنت ميثودولوجي ريليتد وركس، هيك في البروبوزال. بس فعليا بعد ما انت تخلص الانترودكشن بدك تروح تنتقل وين؟ على الريليتد وركس. هذا كلام مهم جدا، انه انت عرفت ايش البروبلم تبعتك. انا والله بدي اشتغل على هاي البروبلم. احنا اتفقنا هذا الكلام حكيناه المره الماضيه، انا بركزش على التقنيه، بركز على المشكله. بجيش اقول انا والله عشان بعرف لارافيل هعمل ويب سايت. لا، انت بتقول والله هعمل البروبلم تبعتي انه الطلاب في عندهم اشكاليه في انه الحصول على الكتاب تبع متطلبات الجامعه، فهعمل ويب سايت يساعدهم في تبادل كتب المتطلبات، وهستخدم تقنيه اللارافيل فيه. وفي الفيديو ما تجيش تقول انا والله هعمل مشروع تبعي فيجوال افكتس، لانه ما حدش استخدم فيجوال افكتس قبل هيك. هذا الكلام مش صحيح، مش انت الوحيد اللي استخدمت فيجوال افكتس، في ناس غيرك. يعني هذا كلام فعليا مش دقيق. فبتيجي بتحكي انه والله انا بدي اعمل فيلم قصير بيعالج مشكله ظاهره سيئه في المجتمع. تمام. وعشان اخلي المشروع شيق استخدمت فيه تقنيه الفيجوال افكتس. فبالتالي انت بتركز على بروبلم، بتركزش على التقنيه. الان انت ركزت على بروبلم، بتروح بتجيب لي كل الريليتد وركس لهي البروبلم، بتروح بتجيب لي كل الاعمال ذات العلاقه او الافلام المشابهه اللي بتعالج نفس الظاهره. يعني انت بدك تعالج مثلا ظاهره التدخين، هذه ظاهره سيئه، قد ما نحكي للناس ما فيش فايده، ضلهم يدخنوا. يا أستاذ هذا مضر للتدخين، مضر بصحتك على الفاضي. قد ما كان فيك توعية ما فيش نتيجة. فبالتالي أكيد في كان أفلام قصيرة برضو بتحكي عن الموضوع هذا، بدك تحكي تمام إنه في أعمال سابقة كانت كذا كذا كذا، هجيت تجميعها بيساعدك في بلورة الفكرة تبعتك. عشان هيك بدك ترجع بعد 2 على الخطوة رقم 3، بدك تعيد تنقيح البروبلم تبعك. او انه على سبيل المثال نرجع للتطبيقات، انت حكيت انه والله التطبيق تبعي انه يعني تطبيق بعيد ترتيب البي دي اف، بدك تروح تجيب لي كل التطبيقات اللي لها علاقه بالتلاعب في ملفات البي دي اف. تمام. وتحكيها، وبعد هيك بترجع للبروبلم مره ثانيه، ممكن محتاجه لاعاده تنقيح. انت عامل فيلم هيك فور ناثينج، يعني بالضبط. فبيكون انه انت الناس انه يعني بدك تعمل فيلم وثائقي على الاماكن الاثريه في غزه،
تمام؟ انه الناس ما عندهاش بالضبط، والافلام الوثائقيه القصيره ممكن تنتشر على الشبكات الاجتماعيه بشكل كبير. الناس بطل طول بال، يعني عندها طول بال تتفرج على فيلم مدته ساعه او حتى 40 دقيقه، تمام؟ فبالتالي بتقدر تجيب بروبلم، تمام؟ هذا هو التركيز، تركيز على بروبلم، والبروبلم إشي سهل، يعني مش بس انه مجرد انه فنيات كيف انه انت تصيغ الموضوع فقط لا اكثر ولا اقل. طيب رجعنا هنا لتنقيح البروبلم، بعديها وين بروح؟ بعد هذه بروح بنتقل انه انا بكتب الانترودكشن، تمام؟ بعديها بكتب ميثودولوجي، بعديها اخر حاجه بكتب ابستراكت، تمام؟ ما هو الملخص لازم يكون الملخص في الاول بس يكتب اخر حاجه، لانه ما ينفعش انه انت تكتب ملخص لحاجه مش موجوده، لازم يكون البروبوزل منجز عشان تقدر تلخصه. الابستراكت بيوضع في الاول لانه يعني طريقه احنا عندنا مراجعه الدوكيومنتس انه انت بدل ما تقرا الدوكيومنت كله لازم يكون الابستراكت في الاول. بقرا الابستراكت ولقيت انه والله انه يعني بالنسبه لي هذا الدوكيومنت هذا المشروع مهتم فيه بدخل جوا، لقيته مش مهتم فيه بحطه على شكل. وهذا كلام انت حتسويه في ريليتد ورك. انت فعليا كيف تحدد انه هذا العمل ريليتد ولا لا لك ولا لا؟ بدك تقرا كله، تقرا الابستراكت، لقيته انه ريليتد بتراجعه، لقيته مش ريليتد بتحطه على شكل. كيف اعمال ذات العلاقه او اعمال مشابهه، تمام؟ نعم، حقول لك من وين تجيبها. انت في عندك يعني في عندنا في الاي او جي سبيس في عندنا مشاريع سابقه، في عندنا مكتبه عند السكرتير برضو فيها مشاريع سابقه، في عندك وعلى الانترنت. يعني انت لو بتعمل تطبيق، تطبيق بتروح بتدور في متجر جوجل او في متجر اي او اس انه لو في تطبيق مشابه او لا، انه انت تحكي عنه توصفه، فبالتالي بتقدر تجيب اعمال ذات علاقه. كيف؟ لو الاعمال ذات العلاقه بدك تعتبرها منافسين اوكي، بس هذا لو انت كنت بتقدم لرياده الاعمال. بس هنا احنا بنركز انه جيب لي الاعمال ذات العلاقه وبدك تورجيني انت ايش مختلف عنهم، زي مقارنه. يعني انا مش حاجه اقول لك انه هذول منافسين او لا، فبدك تورجي انه انت كيف مختلف عن هذول، تمام؟ كل واحد السكشن لحال، هذه محطوطه في الصفحه. حكيت المره الجايه بورجي لك مثال على بروبوزل، فبتشوف انه الابستراكت مكتوب في صفحه، تيجي بعد هيك صفحه جديده عنوان انترودكشن وبتبدا فيه. لا، الابستراكت هو ملخص من كل حاجه، تمام؟ اما الانترودكشن زي ما حكينا انه انت بتعطيني، يعني زي ما حكيت لك انه انت مشروع تبعك له علاقه بالافلام الوثائقيه. شو يعني فيلم وثائقي؟ عرف لي اياه. بدك تحط تعريف شو يعني فيلم وثائقي. متى ظهرت الافلام الوثائقيه؟ شو تصنيفاتها؟ في عندك افلام طويله، افلام قصيره. في الانترودكشن هو بحكي شو الفرق بين الانترودكشن والابستراكت. اما الابستراكت ملخص لكل الدوكيومنت، اما الانترودكشن بدك انت تمهد لي للمشروع تبعك. عندي خلصت، ثواني بس، تمام؟ فهاي الفرق. لو انت عندك مشروع AI او مشروع تشات بوت، تشات بوت هذا ايش التصنيف تبعه؟ انه هو يعني تطبيق من تطبيقات الاي اي. شو يعني AI؟ شو يعني ذكاء اصطناعي؟ بدك تعرفه. شو يعني تشات بوت؟ شو تصنيفاتها؟ شو انواعها؟ زي هيك هذا الكلام كله بتحطه في الانترودكشن. طيب خلينا هنا نتوقف ونشوف كيف المرة الجاية إن شاء الله بدك تبدأ تكتب في الانترودكشن بالتفصيل، تمام؟ يعطيكم العافية.